كيف يعني ماليش حق يا حاجة؟ كنت عايزين نعمل ايه امال؟ اقوم لهم اضيفهم؟ بقى لو سلطان بيه كان عايش الله يرحمه كانوا استاجروا ياجوا يعملوا اعيان. قصدك ايه يا عمي؟ ما قصديش عاد. اما ماليكش حق يا ابو القاسم، رفيع ولدي زي سلطان بيه واكتر. بأمارة ما قال لهم اتفضلوا، لاني بعرف الواجب، ودول مهما كان جم لحد يباركوا. دول مين دول؟ السوالم؟ والله ده اخر زمن يا ولاد. عمي خلاص خلاص يا ولد اخوي، اعمل اللي يلد عليك، بس انا بقولها لك قدام الحجة، انت بطريقتك دي بتضيع حته العزايزه. انا لو اتصرفت بطريقتك هضيعها، لانك ما عاوزت تعرف ان ده من زمن سلطان بيه، وان كل وقته له اذان. زمن مين يا كبيرني اللي خلينا نقعد مع خدامنا ونضيفهم؟ ما عادوش خدامنا يا عمي، وهب النهارده مش هين. وانت رايك كده يا حجه؟ الدنيا ما بقتش على حالها يا ابو القاسم. كده طيب تصبحوا على خير، بس ابقوا افتكروا كلامك. معلش يا رفيع يا ولدي، عمك وانت عارفه. عارفه يا امه، عارفه. ما قلت لك ما نروحش يا ولدي؟ ما سمعتش حديثي ولا كلمه يا ابوي. خلاص خلاص يا ولدي، ما تزعلش نفسك. يعني انت تايه عن العزايزه؟ ما طول عمرهم معانا كده، وطول عمرنا واخدين على فرعانتهم. كان زمان يا ابوي، انما دلوقتي لا. دلوقتي انا واهب بيه السوالمي، والحكومه بذات نفسها قالت كده قدامهم، وانت الحاج مرزوق ابوي مش مرزوق الكلاف. خلاص يا وهبي خلاص. ما خلاصش. ابو القاسم ده بالخصوص هدفعه تمن عملته الليله غالي قوي، بس في الوقت اللي انا حدده، وعلى ما يجي الوقت ده احط عملته الليله عكوم الكبير، وهتشوف يا ابوي هياجي برجليه لحد هنا هو والعزايزه كلهم، واولهم رفيع ذات نفسه.